وفي أخبار المحافظات معانا، حصاد حوالي 97.5% من المساحة المزارعة بمحصول القمح في محافظة الأسكندرية. أما في محافظة قنا فقد وصل 14,000 كتاب إلى مكتبة مصر العامة هناك تمهيدا لافتتاحها في الفترة المقبلة. أيضا في باقي المحافظات في شغل كتير، تم إعادة فتح طريق الحسنة القسيمة في شمال سيناء بعد إزالة الكثبان الرملية اللي تكونت بسبب الأحوال الجوية والرياح. أما بقى في الشرقية فتم تنظيم معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا على قرى كفر صار. تفاصيل وأخبار أكتر خلينا نتابعها أكتر في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي أعلنت إن نسبة حصاد القمح بلغت 97.5% من المساحة المنزرعة، وبلغ إجمالي توريد القمح داخل المحافظة ومنطقة بنجر السكر 89,773 طن، مع توريد 11,366 طن للصوامع من خارج المحافظة. في قنا تم تنفيذ أعمال التجهيزات النهائية بمكتبة مصر العامة تمهيداً لافتتاحها خلال الأيام المقبلة، وده بعد وصول 14,000 كتاب في مختلف العلوم الدينية والتطبيقية للمكتبة وترتيبها على الأرفف، وكمان وصول جميع أثاث المكتبة بالجودة والمواصفات المقررة. في شمال سيناء شهد مركز مدينة الحسنة إعادة فتح طريق الحسنة المنبطح القسيمة بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة سوء الأحوال الجوية وسرعة حركة الرياح، وتم تمشيط الطريق بالكامل ورفع كميات الرمال المتجمعة على الطريق والتأكد من عودة الحركة المرورية بطريقة طبيعية وآمنة. في مطروح تم إطلاق الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة لتصريف وتقليل ارتفاع منسوب مياه الزراعي بسيوة، واللي بتستهدف الإسراع لإنهاء المشكلة من جذورها بعد معاناة أهالي ومزارع سيوة لأكثر من 40 سنة. في أسوان تم تنظيم قافلة طبية جديدة لمستشفى أسوان الجامعي، وقدمت القافلة الدعم الطبي ل 75 أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في 8 قرى بمركز أسوان من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات. في القليوبية بدأت إجراءات تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات التابع للإسكان الاجتماعي في مركز الخنكة، ونشدت مديرية الإسكان المواطنين المخصص ليهم وحدات سكنية بهذه العمارات سرعة التوجه لمبنى المديرية بمدينة بنها لإنهاء باقي الإجراءات والاستلام. في الدقهلية شهد مركز ومدينة شربين استلام الفرش والأثاث الإداري والتجهيزات لمجمعات الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تمهيداً لدخولها الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين. في بورسعيد أعلنت المحافظة بدء موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية الأرز والذرة، وده وسط اهتمام كبير لزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، والتنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين. في الشرقية تم تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم 200 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرى ابن العاص وأبو شربية وسنجها وناطورة والسلامي مركز كفر صقر في محافظة الشرقية. المعرض بيستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً مع توفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تماماً.